مناهضه التمييز والعنف ضد المراه والافكار النمطيه عبر تنظيم انشطه وحملات تحسيسيه لدعم التمدرس الفتاه القرويه والتوعيه ببرامج الصحه الانجابيه وتدعيم التكوينات المرتبطه بالتمكين الاقتصادي بالنساء، اضافه الى دعم عمل الهيئات الاستشاريه للمساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع المحدثه بمختلف الجماعات عبر تزويدها بالوسائل اللوجستيه والماديه والبشريه اللازمه للعمل ومساعدتها في تنظيم التكوينات الضروريه ووضع مخططات العمل الاستراتيجي الخاص بها حول آليات ومسارات إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية والمحلية. وشكرا. على ذكر الشمال على التمدرس نعطيكم واحد رقم ماشي باش تحية لكل الفعاليات النسائية الحاضرة ضمن هذا اللقاء الذي يستهدف دور النساء المنتخبات في تتبع قضايا التنمية الترابية شاملة. جد ممتنة بتواجدي في هذا اللقاء وأشكر الدكتورة نرجس الحرين على الدعوة الكريمة وأشكر جميع الأخوات اللي صهروا على تنظيم هذا اللقاء. كذلك أشكر الأستاذة الكبيرة خديجة رباح اللي كتعطينا فرصة للنقاش وتبادل الرؤى في مجال النساء المنتخبات. فإشراك المرأة بالحياة السياسية من أهم شروط الديمقراطية، فعندما نتحدث عن الديمقراطية لابد أن نسلم أحد مرتكزاتها وهو المساواة، إعطاء الفرص للجميع دون تفرقة بين الجنسين، بين الشباب والأكبر سن. وإذا كانت المساواة منصوص عليها في الدستور إلا أنها تحتاج لآليات لتطبيقها على أرض الواقع. لذلك ما زلنا نرصد بكل أسف مجموعة من العراقيل تقف أمام وجود مشاركة فعلية للمرأة كالتنشئة الاجتماعية والسياسية، والتي اعتبرت المرأة دائما غير قادرة على خوض غمار السياسة بسبب أنها أقل عقلانية من الرجل، كما أن أغلب الأحزاب السياسية لا تثق كثيرا في تولي النساء لمراكز القيادة لديها. والصورة النمطية كذلك للمرأة داخل المجتمع لا تقتصر على موقف الرجل من المرأة فقط، ولكن أيضا نجد أن المرأة نفسها تثق في أداء الرجل السياسي وفي قراراته أكثر من ثقتها في المرأة. أنظر على المستوى الترابي وأقصد جميع الجماعات الترابية، فلا بد من العمل بجميع الوسائل على نشر ثقافة